فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير فلنصغي. قال الرب: سراج الجسد العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، وإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون مدلهما. لا يستطيع أحد أن يعبد ربين، فإنه إما يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويرذل الآخر. لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال. لهذا أقول لكم: لا تهتموا لنفسكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لجسدكم بما تلبسون. أليست النفس أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، فإنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في الأهراء، وأبوكم السماوي يقوتها، أفلستم أنتم أفضل منها؟ من منكم يقدر باهتمامي أن يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. وأنا أقول لكم إن سليمان نفسه في كل مجده لم يلبس كواحدة منها. فإذا كان عشب الحقل الذي يكون اليوم وغدا يطرح في التنور يلبسه الله هكذا، أفلا يلبسكم بالأحرى أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا إذن قائلين: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذا كله تطلبه الأمم، وأبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذا كله. بل اطلبوا أولا ملكوت
الله وبره وهذا كله يزال.